بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. نكملوا مع السلسلة تاعنا في دراسة الدالة البيانية 8 رقم 4. دالة مرحلة دالة سي اف مرحلة اف مثل هنا ماس تي النقطة ا الفاصلة 1 على 2 و 2. وقالنا النقطة ا هي مركز تناظر ا مركز تناظر لسي اف. واش معناها ا مركز تناظر؟ هذا الأمر معناه رياضيا بلي اف هي 2 الفا ناقص إكس زائد أبل إكس يساوي 2 بيتا، حيث الألفا هو الإكس والبيتا هو الإيكغاي اللي هي فاصلة ارتباط. بعد ما نعوضهم خرجنا إف هي 2 مضروبة في 1 على 2 ناقص إكس زائد أبل إكس يساوي 2 بيتا هي 2 في 2. إذا بعد ما نحسبوها راح نلقاو عبارة التالية، نكتبوها هنا الأول إف اثنين طرف مثلا يبقى لنا واحد ناقص إكس زائد ألفا في إكس يساوي أربعة. إذا هذا واش معناه باللي أ هي مركز تناظر؟ قال لي هو أ النقطة هذه فاصلة تاعها صفر ونص وترتيبات تاعها هي اثنين. ملاحظة لهنا المعنى أنه متعامل غير متجانس، أن الوحدة هذه أصغر من هذا، تخيل واحد الطول في محافظة أكبر من واحد الطول في وحدة زفري على محور 30، وهذا معناه المعنى تاعنا متعامل غير متجانس، مفهمش. جاوبنا هنا قالنا بلي أ هي مركز تناظر، ها هو في قانون، عوضنا ألفا وبيتا، ما يتعوضوش إكس هذا، هذا التعويض لقينا أف لي واحد ناقص إكس زائد أف لي إكس أربعة. هذا واش تحقق لي؟ الدالة أف بما أنها عندها واحد ولا عندها أ هي مركز تناظر. السؤال هو عين ولا سمع عطانا اختيار متعدد. يعني في كل سؤال عطانا ثلاث اقتراحات، وكنا من بين الاقتراحات هذه في ثلاثة كاين واحد فقط صحيح عينه مع التبريد. يعني في السؤال الأول مثلا مثلنا أن أف ناقص واحد زائد أف الاثنين في كل حالة هل تساوي اثنين أو واحد أو أربعة؟ هنا باش نجاوبو على السؤال هذا نستخدمو هذه اللي هنا هي أف لواحد ناقص إكس زائد أف لإكس تساوي أربعة. كما نشوفو هنا إكس يا نعوضوها باثنين يا بناقص واحد كما تعملتو. عوضناها بثنين من هنايا كيما العبارة هذي من هنايا باش نلقى العبارة اللي مثلا هو ما كانش فيها الإكس كما تشوفوا. تسمى الإكس هو يا عوضو بثنين يا بناقص واحد. هنا نعوضو الإكس بثنين ونشوفو الطرف راح يخرج ونشوفو الطرفات كي نعوضو بناقص واحد هل تخرج نفس القيمة ولا لا، ونشوفو شكون الخيار الصح من هذا. أكيد بما أنو هنا عدد يساوي ربعة أكيد راح يكون الخيار الصحيح هو جي، نقولو هذا هو الصحيح على لأنه لدينا لأن تعليل أ هي مركز تناظر للسي اف. ومن بعد كي تكون مركز تناظر تحقق لي هذا القانون بعد التعويض لقيت بلي اف لي واحد ناقص اكس زائد اف لي اكس يساوي 4. كي نحط في البسط اكس نحط 2 تخرج لي العبارة التالية واحد ناقص 2 زائد اف لي 2 يساوي 4 اللي هي اف لي نورمالمون ناقص 1 زائد اف لي 2 يساوي 4. إذا الخيار الصحيح هو جيم، هذا هو الصحيح. نقولو الخيار الصحيح هو جيم التعليل لأنه قلت لي بلي أ هي مركز تناظر للسي اف تحقق هذا القانون. خرجت في العبارة التالية بعد التعويض بإكس يساوي 2 على خيارنا 2 لأنه هنا عندي 2 وعندي ناقص 1 كما راكم تشوفو. اللي عوض بثنين صحيح وتشوفو ترى هذا كي نعوضو بناقص 1 يخرج نفس القيمة ولا لا. أظن واحد عوض هنا بناقص 1 شوفو باش نخدمو. نعوضو هنا بناقص 1 ما تنساوش النقص تاع القانون تاع العبارة. بعد كي نعوضو بناقص 1 خرجنا ناقص ناقص اللي هو زائد 1 زائد 1 يخرجنا 2 ونخرج أبل ناقص 1 تساوي 4. بأن بما أن الجمع راه تبديلي قادر نكتب هذا بعد هذا. إذا في كلتا الحالتين خرجنا جيم هو الخيار الصحيح. إذا نجاوب في الحالة هذه نقولو جيم هو الخيار الصحيح والتالي راهم كيما راكم تشوفو بيه. نفوتو السؤال رقم 2. بالنسبة للسؤال 2 أيضا هو اختيار متعدد، بدنا ثلاث خيارات الأول ولا الأول والثاني والثالث ألف وباء وجيم. قالنا هو الخيار الصحيح مع التعليق. نبداو بالأول نشوفو هل هو صحيح أو لا. إذا لقيتو صحيح نقولو الخيار الصحيح هو الأول ونعلم. إذا لقيتو لا خطأ نفوتو الخيار اللي بعده. تسمى وين راح نحل؟ راح نحل في وقت محاولات، حنجرب هل الحل الأول ولا الخيار الأول صحيح أم لا. واش معناه هذا؟ هذا نعرفوه بقانون تاع العدد المشتق، ح
فنحن مقارنة عدد المشتق هو ديمتا اف ل x ناقص اف ل x0 على x ناقص x0 لما x يساوي x0 على بدنا في النتيجة بتاع العدد المشتق تساوي اف فتحة ل x0 هذا معروف رياضيا لأن عدد المشتق يساوي اف فتحة ل x0 حيث x0 في حالة هذه هو مدلل هنا اللي هي 0 0 هنا 0 هنا و 0 هنا وأكيد 0 هنا حيث اف ل 0 كما نشوف هنا صورة الصفر هي 1 اف ل 0 من التمثيل البياني للدالة يساوي 1 يعني مع التعويض تحققون لهذا 1 و x ناقص 0 اللي هو x خش نفس العبارة إذا هذا هو نفسه هذا اللي بعد المشتق وهو نفسه اف فتحة ل 0 يعني اللي هو نفسه اف فتحة ل 0 صح كيف نحسبه مشتق عند الصفر اف فتحة ل 0 نشوف هل هي قيمة حدية أم لا إذا قيمة حدية نقول له تساوي زر إذا ما هي قيمة حدية ندير فرق الترتيبتين على فرق الفصيلتين وهي ماشي تعرفوا قيمة نشوفه عند الصفر هل هي قيمة حدية أم لا كي راهو عند الصفر نقول لأن صح قيمة حدية على بالنا صح اف لي زيرو يساوي الواحد هذا معروف اللي صورة الصفر ولا صورة الفصيلة هي الترتيبة لكن نحكي عن المشتقة صورة الإكس بالمشتقة يساوي الصفر طبعا عادي من المشتقة الأولى وين في القيم الحدية إذا الخيار هذا من كل اللغات على أنه هو مدلي واحد ومدليش زيرو الخيار الأول هو غلط على بدنا قانون تاع العدد المشتق وقانون العدد المشتق يساوي المشتقة وين عند الزيرو خاطر بدنا إيش يساوي الصفر وأف فتحة لزيرو في الصفر كاين قيمة حدية إذا أف فتحة لزيرو يساوي زيرو في وقت محاولات نفهم باللي هذه غلطة ما كتبهاش في وقت الإجابة نفوت مباشرة للحالة الثانية ولا الخيار الثاني قال لي المشتقة اف فتحة لاثنين هل هي موجبة أم لا؟ هل هي سالبة في حال هذا؟ قال لي المشتقة عن اثنين سالبة راه ترى عن اثنين هاي لكم فصيلة اثنين هاي لكم دالة هنا فصيلة اثنين هل الدالة متناقصة أم متزايدة في المجال اللي راه فيه الإكس يساوي اثنين هو في المجال هذا من واحد حتى لزايد ما هي من واحد حتى لزايد ما هي اللي هو اثنين ينتمي إلى هذا المجال هل الدالة متناقصة أم متزايدة؟ إذا كانت متناقصة فإن المشتقة تاعها سالبة، وإذا كانت متزايدة فإن المشتقة تاعها راهي موجبة. كيما راكم تشوفوا الدالة هنا متناقصة، واش معناها؟ معناها هذا الأمر باللي المشتقة راهي سالبة. ها هو كيما نفهم، نعم هذا هو الخيار الصحيح. نقولوا له با هو الخيار الصحيح، لأن التعليل اف دالة متناقصة في المجال واحد زائد من النهاية معناه بل المشتقة اف فتحة لإكس سالبة على هذا المجال لما إكس ينتمي إلى واحد زائد من النهاية واثنين راح تنتمي إلى ذلك المجال هي الصح الثالث أكيد 100% راهو غلط واحد على أربعة راح يكون يساوي 25 اللي هو هنا الدالة هنا راهي متزايدة إذا المشتقة راهي موجبة ماهيش سالبة كما مثالي هو إذا يكفي اللي يلقى فرد خيار صحيح الباقي اللي ما كملوش أصلا لأنه راهو غلط فياخذ الإجابة يكتب الخيار الصحيح ونكتب التعليل تاعه نفوتو السؤال رقم ثلاثة السؤال رقم ثلاثة قلنا معادلة الممستي اللي هو الخيار اللي هنايا ممست تاع منحنى السي أف في النقطة أ هي ألف 2 إكس با 2 إكس زائد 1 جيم 4 إكس زائد 1 كما راكم تشوفوا راح نلغيو هذه البا مستحيل تكون با على لأنه المستقيم تي عبارة عن مستقيم يمر بالمبدأ معادلته الرياضية من الشكل أ إكس على بالي بلي تي معادلته الرياضية يكرك يساوي أ إكس البي تاعو عندهم يساوي صفر إذا هذا حتما هو غلط نشوفوا هل هو هذا ولا هل هو هذا كيف نعرفوا باللي أي الجوابين صحيح نحسبوا الأ كما نحسبوا الأ اللي هو بين المماس معروف ففرق الترتيبتين أو فرق الفاصلتين يكرك واحد ناقص يكرك اثنين على إكس واحد ناقص إكس اثنين نجبدوا نقطتين من المماس تي بشرط يكون من المماس نقطة كما كنا نجيب لها صفر صفر النقطة الثانية هي هذه اللي هي صفر ونص اثنين صفر صفر النقطة الثانية فاصلة تاعها صفر ونص الترتيبة تاعها اثنين هذه إكس إيكغيك أيضا هذه إكس وهذه إيكغيك هذه اسمها النقطة الأولى هذه الثانية ونجي نطبقوا القانون إيكغيك واحد صفر ناقص إيكغيك اثنين اثنين قسمها صفر ناقص صفر ونص اللي هي ناقص اثنين على ناقص صفر ونص اللي هي أربعة إذا الخيار الصحيح هو جي هذا هو السعر هذا هو التعليل
لأن العلاج نقول له مستقيم تي عبارة عن مستقيم يمر بمبدأ معادلته الرياضية هي أ إكس بيتا يساوي زيرو البي ولا الأ كيف هنلقاها بالطريقة هذه. لقينا بلي لقينا بلي الجواب صح هو رقم 3. نقول السؤال رقم 4. سؤال رقم 4 عندنا الدالة معروفة على ار بي جي إكس يساوي جذر اف إكس قابلة للاشتقاق عند 31. قلنا المشتقة تاع الدالة جي عند 31 تساوي ألف جذر 2 باء 2 جذر 2 وجيم أخيرا جذر 2 على 2. كيف نحل هذا السؤال؟ الحل نعرفو نشتقو الدالة جذر، جذر إكس واش يساوي هو تعرف كل واحد قسمه 2 جذر إكس. الحالة العامة مشتق الدالة جذر إف لي إكس تساوي مشتق ما بداخل الجذر هذا اللي هنا داخل نشتقو قسمه ضعف الجذر. واثنين ضرب خارج الجذر مش داخل، مشتق ما بداخل الجذر على ضعف الجذر. إذا كي يجي مشتق الدالة هذي اللي هي جي فتحة لي إكس واش تساوي؟ تساوي هذا. إذا كي يجي مشتق جي فتحة لي إكس اللي تساوي جذر إف لي إكس كل فتحة ويساوي مشتق ما بين داخل الجذر على ضعف الجذر. هذا قانون اشتقينا الدالة جي لي إكس. قاعدة واش ندير؟ في بلاصة إكس نعوضو بواحد على اثنين، نقول له جي فتحة لي واحد على اثنين تساوي نعوضو هنا بواحد على اثنين وهنا بواحد على اثنين. ن اف فتحة لي واحد على اثنين قسمه اثنين جذر اف لي واحد على اثنين. اوكي يكفي ان نلقاو اف فتحة لي واحد على اثنين شحال تساوي و اف لي واحد على اثنين شحال يساوي. نبداو اف لي واحد على اثنين صور صفر ونص هي اثنين، اف لي واحد على اثنين يساوي اثنين صور واحد على اثنين ولا صور صفر ونص هي اثنين. والمشتقة عند واحد على اثنين اللي هو صفر ونص اللي هي بين المسافة ترسمونا هنا في النقطة هذه لقيناها مقبل اف فتحة لي واحد على اثنين مشتق لقيناها مقبل في السؤال سؤال ثلاثة اللي هي في معادلة المماس أ إكس زايد بي حذر بي يساوي زيرو لقيناها ربعة. إذا هذه نعوضوها بربعة اللي هي مشتقة اف فتحة لي واحد على اثنين وهذه نعوضوها باثنين. اثنين تروح على اثنين تبدلنا اثنين قسمة جذر اثنين والخيار هذا ما كانش هنا في ما بين الخيارات تاعي. إذا هنايا نضربو الفوق في جذر اثنين وتحت في جذر اثنين بدلنا اثنين جذر اثنين وجذر اثنين في جذر اثنين بدلنا اثنين تروح اثنين مع اثنين بقالنا جذر اثنين اللي هو الخيار ألف. إذا الخيار الصحيح هو خيار ألف علاه لأن هذه متعلقة كتبو قانون تاع الاشتقاق تاع الدالة جذر بعدها نعوضو بواحد على اثنين نلقاو فقط أف فتحة لي واحد على اثنين شحال تساوي و أف لي واحد على اثنين شحال تساوي ومن بعد ضربنا في المرافق تاع جذر اثنين لي واحد على اثنين بعد وخرجنا النتيجة تساوي جذر اثنين اللي هي الخيار ألف. لاحظ السؤال قال لي ارسم لي ثلاث مرحلات منحنى ألف و باء و جي قال لي وراه منحنى مشتقة أف منحنى دالة أف قال لي وراه منحنى تاع مشتقة لي أف فتحة. كيف هي المنحنى تاع الفتحة؟ نجعل من المنحنى تاع دالة اف من هذا المنحنى نعينو إشارة دالة اف ولا اف فتحة من هذا المنحنى اللي مدوري على الأول منها نعينو إشارة المشتقة. كيف نعينو إشارة المشتقة؟ على بالنا بلي إشارة المشتقة تتبع اتجاه التغير. أول حاجة سنعملها التعريف الناقص من هاي نزيد من هاي. ثاني حاجة قلنا باش نعملو إشارة مشتقة لـ أف فتحة لـ إكس تتبع اتجاه التغير وتلات قرى من اليسار إلى اليمين، قرى من اليسار إلى اليمين، دالة متناقصة معناها المشتقة تاعها سالبة، بعد زايدة مشتقة موجبة، بعد متناقصة، وين تنعاد؟ تعاد القيم الحدية، القيمة الحدية الأولى صفر نهزوها فواصل، القيمة الحدية الثانية هي واحد. واش درنا هنايا؟ عينا إشارة المشتقة انطلاقا من المنحنى اللي مدهولي، منحنى الدالة احنا باش نلقاو منحنى تاع المشتقة أول حاجة الساعة نديرها نروح للمنحنى ونلقى إشارة المشتقة. بعد ما لقيت إشارة المشتقة نروح نشوف هكا هادو اللي مدهون لي هنا في ثلاثة حيث ملاحظة الساعة على بالنا قبيلة حسبنا أف فتحة لي صفر ونص لقيناها تساوي ربعة. هذه معروفة أف فتحة صور المشتقة عند الفاصلة صفر ونص لقيناها ربعة اللي هي ميل المماس عند النقطة أف لقيناها قبيلة.
هنا عندنا شرطين، الشرط الاول اللي هو المشتقه الاشاره تاع المشتقه، والشرط الثاني اللي هو الفتحه للشفرونس. وكان حبينا نعينو وين راه منحنى الدابه اللي هي في كل حاله هي مشتقه لترصد. نبدا نطلب حاله جي، هذه اللي ترصد هي المشتقه، يعني هو التمثيل الباني تاع المشتقه. باش نعرفوا اشاره الداله اللي ترصد اللي هي مشتقه، شوفوا هذه كي تكون تحت مع فاصل راهي سالبه، وكي تكون فوق مع فاصل راهي موجبه. نشوفوش اتجاه التغيير الداله اللي ترسمت باش نعينوا لها الاشاره، نشوفوا الاخر. شوفوا كي تكون فوق مع فاصل تحت مع فاصل، نفس الشيء هنا كي نحب نعين اشاره اف دي اكس هي الداله اللي ترصد، نشوفوا تحت مع فاصل تحت كي تكون تحت مع فاصل سالبه وفوق مع فاصل موجبه، كيما الداله هذه راهي موجبه. لكن اذا حبيت نعين اشاره المشتقه تاعها نشوفوا الاتجاه التغير. هنايا اللي ترسمت هي الدالة هي المشتقة، اللي ترسمت هي المشتقة. إذا باش نعين الإشارة تاعها نشوف تحت تحت مع فاصل وفوق مع فاصل، هنا راهي سالبة من بعد موجبة ومن بعد تكون سالبة. وين تنعاد؟ تنعاد في الصفر وتنعاد في الواحد من الموضوع. نشوفوا ترى هل هذا منطبق على إشارة المشتقة اللي عندنا من قبل ولا لا؟ راهي سالبة من بعد سمعت تو زيرو، أكيد راكم تشوف فيها سالبة. وراهي موجبة من صفر حتى لواحد، هاي من صفر حتى لواحد راهي موجبة، من واحد حتى لزيد من هنا راهي سالبة، هاي لهنا سالبة، جات تحت مع فاصل، إذا الشرط هذا تاع الإشارة محقق. دوك نشوفو الشرط هذا، هل صورة سيكونس هي ربعة ولا لا؟ المشتقة، هل صورة سيكونس هي ربعة ولا لا؟ لقاوها لا، هنا عندي صورة سيكونس، هذه اللي تظن هي مشتقة، صورة سيكونس بالمشتقة تساوي اثنين في الحالة هذي. خلاص اذا هذا الخيار غلط، نجيب الخيار اللي فوق اللي هو خيار با، خيار با نعاد المشتقة تاعنا في واحد وفي اثنين، وهذا الامر ماهوش عندي في جد التغيير او في جد الاشارة، اذا غلط، انا عندي تعاد في الصفر وفي الواحد، اذا هذا ايضا مرفوض. نجيب الخيار هذا اللي هو رقم واحد حيث الدالة نقطعت في الصفر، نلقاوها نعاد في الصفر. ونعاد في الواحد اللي هو هذا الشرط هذا اللي هنا قبل الصفر كانت سالبة صحيح، وبعد وما بين الصفر والواحد كانت موجبة، وهذا الأمر عندي صحيح، ولهنا رجعت سالبة وهذا الأمر صحيح. إذا الإشارة محققة. هل صورة صفر ونص هي أربعة ولا لا بالمشتقة؟ هاي لكم صورة صفر ونص، تلقاها تساوي أربعة، لهنا عندي أف فتحة لصفر ونص تساوي أربعة، إذا الخيار الصحيح هو ألف. على لأن نكتب الشرطين هذا بالضبط، لأنه مما سبق لدينا إشارة مشتقة هاي كتير أفتح على سكون في السابق، والذي يحقق هذين الشرطين هو المنحنى رقم ألف. هيك كملنا هذا الفيديو ولا هذا التمرين، انتظرونا إن شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.